يلا آسيا يلا. ما في بندورة وما في ليمون، كمان خيار ما في، حتى الزبدة قربت تخلص ولازمنا جبنة. أنا برأيي نجيب شي 5 كيلو، ومصطفى قال لي نجيب لبنة. ولك خلصنا بقى، امشي يلا لبين ما تخلصي، عاد بتكون خلصت البضاعة. صباح الخير حبيبتي. صباح النور آسية، لوين؟ تجي معنا؟ نازلين على السوق. ما بعرف، قال لي طاهر هالفترة ما تروحي لمكان، بخاف فيدات. لك فيدات من وين بده يعرف انك طلعتي هلأ؟ بعدين الشباب بيوصلونا وبيضلوا معنا. طيب ماشي، ومنه بغير جو، طبعاً إذا طاهر وافق. معلوم اسألي، ما منروح من دون موافقة رجالنا. أحياناً نبلا منروح، منضطر ما نقلهم. على محلات الذهب هيك بقصد. ليش؟ لأنه في ناس ما بيحبونا نشتري كل أسبوع ذهب. لك آسية بكفي. رح أجيب جزداني وإجي. ولك أنت ما بتخجلي، كيف بدك تروحي معنا على السوق؟ سنية خانم، وطيتي راسنا بما فيه الكفاية، لسه بدك تدحشي فضيحتنا بعيون العالم؟ أصحك تفكري تجي معنا، وإلا قدام عيون العالم بنتفلك شعرك. تعرفي آسية، فكرت بالموضوع، ما رح روح معكم. ليش غيرتي رأيك؟ لتكون حماتي قالت لي. لا ما قالت شي، بس فكرت بالموضوع هيك أسلم. إيه ماشي، السوق ما بيهرب عادي، كل أسبوع بيفتح. الحياة بدون سنية أريح لراسكن، هيك أنت وطاهر بتقدروا تاخدوا راحتكن وتنبسطوا. هلأ فهمت عليك يا بنت. آسية شبكي؟ آسية يلا روحي. نجيب لك شي يا روحي؟ منجيب لها خجل لوشها، غير الخجل مو لازمة. حماتي، إذا منجيب 5 متار قماش أبيض أهم برأيي. إيه طبعاً لازم نجيب، لأنه بعد هالفضايح رح موت، هاي شغلة ما بدها 2 يحكوا فيها. طول عمره العاطل ما بيصير له شي، لو بيصير له كان عنا فرصة. مو مشكلة، رح جيب 5 متار قماش أبيض، ما بتعرفي؟ أنا عطول أملي بالله كبير. يلا نفس. انت هلا اطلعي لعند طاهر. ايه اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.